استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، حيث نقل تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس السيسي، مثمنا الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين. كما أكد الرئيس السيسي الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا في إيصال المساعدات للقطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة داسو الفرنسية إريك ترابي، حيث تناول اللقاء أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات. كما أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض المبادرة المقترحة من قبل شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية مصممة من قبل الشركة، مؤكدا أن الحكومة مهتمة بهذه التجربة وحريصة على دراستها والتوسع في إنشاء مثل هذه المباني، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول وأن يتم تصنيع المكونات اللازمة لعمل المنظومة التقنية الخاصة بهذه المباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالتقيد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، ووافق على استثناء فندق ميريديان الهرم بمساحة نحو 29,000 متر مربع من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 مترا بدلا من 12 مترا تلبية للاحتياج وسد العجز في عدد الغرف الفندقية. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد، مؤكدة الإدانة الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة. كما أعربت عن التضامن الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي في ظل ما يشهده من نقص حاد في الموارد والأدوات الطبية، وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن المجمع يشهد أوضاعا خطيرة بسبب نقص الطعام والوقود وزيادة الخطر على الكادر الطبي بعد منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى.